بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا النهارده اولاد ريفيجن على الامتحان بسرعه كده. لو في حاجه مش مفهومه هنعيدها، وبعدين هندخل على سام واني اللي الناس متلخبطه فيها. وبات صح؟ I have some juice. Some juice. Juice يعني عصير. يبقى so I'm a 32. Hey, do you feel happy? I feel hey, I can't find my dog. Can't find. He's angry. He feels a and unhappy and unhappy, tired. We a we watch television. I play with my team. It's healthy to sleep 8 hours a day. There are millimeters in a centimeter. 10. I eat. I feel a dad is coming home. I feel excited. I walk to school. No. Let's go to the kitchen. I feel hungry. Yeah. I feel happy. بعد كده I sleep 8 hours a day. بعد كده how do you feel? How do you feel? Supply the missing parts. طبعا sleep, tired, hungry, happy, 30, cola, drink, water, finger, juice, sandwich, kitchen. This is my skin. اللي مش فاهم حاجة يقول لي دي ليه؟ ايه ذا ماتر؟ واتس ذا ماتر؟ ماي بون هيلبس مي موف. اي ام تو ارمز. ماي سكان بروتكتس. هي سبيكس انجلش. براش يور تيث. ذا هيلبس يبقى ذا نيرفز. اي ماي هاندز. اي واش ماي هاندز. نعم. كلمة إيه؟ برودكت منتج. منتج. بروتكت يعني. برودكت. برودكت ده منتج. بروتكت يعني. تمام؟ بوت سام توث بيست. معجون سنان. I've had a headache. You turn on the water. No. لا دي هي مقفولة، هي مفتوحة، عايزين نقفلها. ايه؟ حبيبي كده المية بتنقط، يبقى احنا المفروض ايه؟ نقفلها. الحنفية لو بتنقط بالمنظر ده وإيدك فوقيها يبقى أنت بتفتحها ولا بتقفلها؟ لا بتقفلها بتنقط. يعني أنتوا كل ما أنتوا عاملينها بتفتحوها؟ طيب بس بعد كده غلط دي. بعد كده غلط دي. دي بتتقفل. دي بتتقفل. This is my heart. على خيري ماشي. Oh, this is my home. No.
بعد كده don't touch your face. Where do you work? Please. Scan في أي مشكلة كده في الامتحان؟ طيب بص بقى معايا النهاردة، بص معايا بقى النهاردة كده. طيب ماشي، نص في ايه؟ غلطان نص في ايه؟ ايه الغلط فيه ليه؟ مستر استاذن حضرتك لو سمحت، نعم اللي هي بتاعت الحنفية هي اسال بتقفل ولا بتفتح؟ اسال. ايوه اللي هي المية كانت بتقفل ولا بتفتح؟ المفروض الميه بتنقط، فالمفروض احنا بنقفل. تمام بتقفل. طيب احنا عاملينها بتقفل، بس هم قالوا يعني انا عاملاها قالوا يس. طيب الاسم ايه؟ طيب معلش محمد مرسي. ماشي يا فندم هنعدلها. هو انتوا صح تمام، هي تمام. المفروض حنفية بتنقط. تمام فاحنا نعمل ايه؟ تيرن اوف. ايوه ما انا عارفه ترن اوف يعني، انا استغربت ايوه حضرتك. احنا بنتكلم مع حضرتك ان احنا بنقفل، هم الولاد هم بيحلوا لوحدهم. تمام شكرا يا مستر. خلاص عندنا النهارده بات اند اور so and become. ركز بقى معايا عشان دول كل الناس كانت طالبه هي علينا في اليونت كده. مش عايز بس بقى كلام نفهم. انا اقول طب ما نسيتني اقول بقى. طيب نيجي لاول حاجه بره ليه؟ وانت يلا يا مزمير بسرعه بسرعه. اول حاجتين عندنا عشان هما شبه بعض، ركزي هنا ركزي هنا. and وور اند وي. لو انت ركز معايا بتجمع حاجتين مع بعض، تمام، بتحب حاجتين مع بعض مثلا، بتلعب رياضتين مع بعض، دي هتستخدم اند، دي هتستخدم ايه؟ يعني مثلا مثلا اي لايك. الجمله دي مثبته ولا منفيه؟ مثبته. اي لايك اي لايك ابلز and bananas. يبقى انا ديت ما ينفعش استخدم فيها مين؟ اور. انما لو عملت الجمله نيجاتيف منفيه وقلت يا زين مش راضي وقلت اي مش بحب بقى لا ده ولا ده، اي دونت لايك ابلز or bananas. لا بحب ده ولا بحب ايه ده. طيب مثال تاني. نعم يا حبيبتي. لا ركزي هنا ركزي هنا ركزي هنا تاني. example case اقول لك كده. when مثلا ده examples. ها ده examples. when I am at the lesson. وأنا في الدرس. ركزي. I listen not write. I listen. listen يعني أستمع. ها أنا كده بعمل الحاجتين ولا مش بعملهم؟
بعمله يبقى اند، يبقى اي لسن اند ايه رايت، استمع يا فلوريندا وايه اكتب. طيب برضو وين اي ام ات ذا لسن اي دونت، ثواني، ايت نوت درينك، يبقى انا استخدم ايه؟ فاهم؟ اول لا باكل ولا ايه؟ فاشل في الحس. ماشي يا سي؟ يبقى تاني بعمل حاجتين مع بعض بدي اند. ما بعملش الحاجتين دول او مش بحب الحاجتين دول، مش باكل الحاجتين دول، يبقى مين؟ اور. خلاص؟ صعبين دول؟ طيب نيجي بعد كده أنا اونلاين. مش فاهم، مش فاهم؟ أنا يسرا مش فاهم انت مين؟ يسر. يسر. بصي يا يسر، لو انا قلت احمد نقط علي ايت فيش، ها هستخدم مين؟ هاند ولا اور ولا زو ولا بينجوز؟ اور. ليه؟ ليه اور؟ قول ولا قول اور ولا اند؟ أنت طيب ليه اند؟ حبيبي ثواني يا حبيبي، عشان أحمد أنت علي. احمد انا عادي، انا كده بقول ان الاثنين دول عملوا حاجه، يبقى دي ايه؟ اند. تمام. طب لو انا يا حبيبي ثواني بشرح، طب لما اجي اقول لك she didn't buy tomatoes not fruits، ها هي اشترت ولا ما اشترتش؟ ما اشترتش، يبقى مين؟ هو. طب لو هي اشترت طماطم وخضار او فاكهه يبقى ايه؟ هاند. يبقى ايه؟ هاند. صعب. مين كان بيسأل بقى؟ عايز ايه هي؟ شفت ايه؟ انت بطلنا عشان تشرب، اشرب ايه هي؟ بعد كده طلع الازازه واشرب وانت ساكت، ما توقفنيش. اللي عايز يشرب بس، الاكل ده في المطبخ في بيته. ماشي؟ ايوه. انا فهمت دي هنا؟ فهمت دي هنا؟ فهمتيها هنا؟ أيوة يا مستر، ردي اه بس كده، سيب القلم يا ياسين، ركز معايا يا ياسين، مين مش فاهمها عيدها تاني. انا مش عايز حد يشرح لي، انا عايز اقول مين مش فاهم. مش فاهم؟ قول. طيب عارفين النفي؟ لما اقول لك كده لم اي مت، اي مت علي نقط عادل، ها ديت ايه؟ انا عملت ولا ما عملتش؟ يعني قابلت ولا ما قابلتش؟ قابلت، يبقى اجمع الاثنين دول بايه؟ and. طب انا عايز اقول I didn't see علي نقط عادل، ها هو انا شفته ولا ما شفتش؟ يبقى انا لا شفت علي او مين عادل، ما شفتش لا ده ولا ده. قول. لا شفت لا ده ولا ايه ده، يبقى استخدم ايه؟ اور. استخدم ايه؟ قول. دي مشكلة كده يا حمزة يا زين، مين مش فاهم؟ didn't see لم أرى في الماضي، مش أنا بقول I don't see، ده في المضارع، الماضي منها إيه؟ didn't. نعم. مين؟ ما هو ده الماضي يا حبيبتي، met met past من meet met. نعم. كولا، سي او كولا، كولا في كولا اسمها كولا يا كولا انتي. طيب ادي اند وايه واور يا جود، ادي اند وايه واور. بعد كده عندنا مين؟ بات الاول، بات دي لوحدها، بات لوحدها، بات معناها ايه؟ ولكن.
تمام، بس معناها ايه؟ جملتين، سيبي الملزمه اقفليها. قول لي حاجه. بس اخرها ايه؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين يعني؟ لا اقعد يا حبيبتي، اقعد هاتي بات وربيه. بات يعني ايه يا عمرو؟ ولكن بات معناها ايه؟ ولكن ركز بقى معايا، مش عايز الفتي اللي انتوا ماشيين فيه ده. حاجة هتضحكني هتعيطني، امال هت ايه؟ هتشلني. قول مش شرط، ما نحفظهاش كده، ممكن الاول مثبت وبعدين منفي ومنفي وبعد كده ماشي. بص يا حبيبي، واحنا دلوقتي الباسكت بول، باسكت بول يعني ايه؟ تنس، يعني اللي هي الرياضه، يعني رياضه الباسكت، تمام؟ بيحتاجوا ناس طويله ولا قصيره؟ طيب انا لو قلت كده، علي ركز بقى، علي is tall، علي is ايه؟ tall. في كلمة اسمها so، so معناها ايه؟ لذلك. So he plays a basketball. هاي جملة عادية جدا، أنا مش عايز دي. افرض بقى إن ولد اسمه عادل، عادل is short، عادل is ايه؟ شورت، ولا عادل ده قصير، تمام؟ ولكن بيلعب باسكت، وينفع القصير يلعب باسكت؟ تمام؟ هو ينفع الصغير يسوق عربية؟ لا. هو ينفع الجعان يشرب؟ هو ينفع العطشان ياكل؟ العطشان عايز مية والجعان عايز أكل، صح كده؟ يبقى الجمل دي عكس بعض. يبقى الجمل دي ايه؟ عكس بعض. طيب واحد جه متأخر، المفروض المستر يبقى زعلان، طب المستر ما زعلش، يبقى دي عكس دي، تمام؟ واحد بيجري براحة بس كسب السباق، يعني ما بيجريش جامد قوي بس كسب الايه؟ السباق. كل الحاجات دي عكس بعض، يعني لما تلاقي الجملتين عكس بعض يبقى تستخدم مين؟ بات. تستخدم مين؟ بات. فهتقول كده علي is short but، واخد بالك ان بات قبلها ايه؟ كومة، الوحيدة اللي قبلها كومة. عادل is short but he plays a basketball، ولكنه بيلعب باسكت. تاني he is working hard، هو يعمل ايه؟ بجد، بيعمل باجتهاد، واللي بيعمل باجتهاد ده عمال ماسك الحاجه وعمال قاعد شغال شغال، مش المفروض يتعب؟ صح؟ بس هو مش تعبان، يبقى هقول كده بس he isn't تعبان، يعني ايه؟ tired، but he isn't tired، عايزه ايه؟ شرطتين هو الاس بالغلط. تاني لما اجي اقول لك كده he likes tennis، هو يحب الايه؟ التنس، but he doesn't like football، دول جملتين عكس بعض، بيحب حاجة وما بيحبش التانية، يبقى دول عكس بعض. جاية انت يا حبيبتي، الساعة كام يا حبيبتي؟ الساعة كام يا ماما؟ الساعة وتلت يا ماما، وصل لخمسة. اتأخر، أنا خلصت جرامر.
انت جايه منين؟ من البيت ولا من الدرس ولا منين؟ طب يا حبيبتي جايه في البيت متاخره ليه؟ أيوة صح. He likes tennis, but he doesn't like the football. هو بيحب التنس ولكن لا يحب الايه؟ الفوتبول. Example تاني على باتس برضه. بقول لك كده. He is hungry. هو ايه؟ هو جعان. But ولكن مش المفروض الجعان ده الاقي ان هو هياكل؟ بس هو he doesn't want to eat. هو مش عاوز ايه؟ هو بقى كده دي تناقض بقى، مكسوف ياكل عند الناس مثلا. خلاص he is hungry but he doesn't want to eat. بس مش عايز ياكل. تمام؟ طيب ما اقول لك كده. he is unhappy. He is a he is rich. He is a rich. هو غني. يقول لك اه يا عم ده غني بقى ومعاه فلوس، مليونير مليونير، بكره هبقى مليونير. He is rich but ولكن he is unhappy. Unhappy يعني غير ايه؟ طب ما هو ازاي بقى دي؟ ده تناقض. ايوه ديما يا حبيبتي يا سما، احنا مالناش دعوه، احنا هو معاه فلوس كتير بس عنده عيله تايه مثلا، هيبقى مبسوط ولا زعلان؟ زعلان. انا مالي يا حبيبي؟ حبيبي انا مالي هو غني وزعلان؟ ما هو ده تناقض عادي. نعم يشتري ايه يا اختي؟ واحد حاضر. انا هتشل والله، انا هتشل. طار اهو. هي از بور. هو ايه؟ فقير. بات ايوه بات هي از ايه؟ هابي. ولكنه ايه؟ سعيد راضي باللي هو فيه الحمد لله. He is poor. فقير. عامل لها وش صعبة ديت يا ياسين. ولا ايه الكلام؟ نكمل نكمل. فهمنا كده ان مستر، ممكن يا مستر تعمل لنا واحدة كمان؟ مين أنا يا مستر أعمل لنا واحدة كمان. احلى بطه ليكي دلوقتي. بصي معانا he is fast ولد سريع. تمام؟ كان في سباق، المفروض السريع ده كسب ولا خسر؟ كسب. بس ولكن but he lost the race. هو خسر الايه؟ السباق. He is fast but he lost the race. خسر الايه؟ السباق. صعبة. يبقى لا أدنى مستر سهل. سهلة. أنا مستر آه الحمد لله. فاضل الاثنين الحلوين. So ومين because. ركز بقى معايا، ركز بقى معايا.
بص يا حبيبي، مش بيقول لك هو انت عسل كده ليه؟ يقول لك عشان ماما نحله، صح؟ ها مش ده سبب؟ هو انت متاخر ليه؟ عشان كنت رايت عليا نومه، مش ده سبب؟ هو انت زعلان كده ليه؟ اصل المستر ضربني، هو مش ده سبب؟ هو انت متضايق كده ليه؟ اصل المستر عضني، هو مش ده سبب؟ سبب. انا عمال ادي ايه؟ اسباب. عمال ادي ايه؟ اسباب. فلما اجي ادي اسباب استخدم كلمه مين؟ because. because لان شاطره سقفولها، لان فايه معناها ايه؟ لان معناها ايه؟ لان سقف على بقى، لان علشان، خلاص. يبقى بعد because بجيب جملة سبب، بجيب جملة ايه؟ سبب. تمام. طب وقبل because بجيب جملة نتيجة، مش النتيجة اللي على الحيطة في بيتكم. يعني مثلا واحد، انت الفلوس دي محيرات ما تجيبها، حطها في جيبك. تاني. ايوه يا جميل. ليندا كل يوم بتطلع لي، ايه السبب؟ عشان تسلم عليا. يبقى ايه السبب؟ تسلم عليا، ادي ده سبب. يبقى السبب ده اجيب قبله كلمه ايه؟ because. يعني ايه because؟ لان. because يعني ايه؟ هو انت ليه بتاكل؟ لاني جعان. يبقى لو سألتك كده why are you eating؟ why are you eating؟ انت ليه بتاكل؟ because I am hungry. يا جميل، ركزي معايا، ماشي؟ ركزي معايا، ايه؟ ركز بس معايا. مثال تاني. نعم. ممكن ايه؟ مش انت هتقولي لي السبب؟ قبل ما تقولي السبب قولي بيكوز، لأن. تمام؟ هو انت مبلول كده ليه؟ لأن الدنيا بتشتي. تمام؟ بندي أسباب. بندي ايه؟ اسباب باستخدام كلمة ايه؟ because. يبقى تاني اقول لك كده، he is eating، هو بياكل، not he is hungry because he is hungry، لان هو ايه؟ جعان. طب لو قلت لك كده، he is in the hospital، he is in the hospital، هو في المستشفى. Why? Because he is ill. لأن هو إيه؟ مريض. طب لو قلت لك كده، Why is he running fast؟ يا ياسين. Why is he running fast؟ هو ليه بيجري بسرعة؟ Because he wants to win. Because he wants to win. يعني he wants يريد، هو يريد أن إيه؟ يفوز. Why are you happy؟ أنت ليه مبسوط؟ تقول بابا أعطاني فلوس مثلا. Because dad gave me money. تمام؟ هتقول لي ليه عطشان جدا كده؟ Because it is a hot. لأن الجو إيه؟ حر. تمام؟ يقول لك why are you taking a taxi؟ انت ليه هتاخد تاكسي؟ because I am late، لان انا ايه؟ متاخر. مفهومه كده؟ ايه تاني؟ لا يا مستر. صعبه يا حبيبي؟ صعبه؟ اه
طب استنى، صعبة ليه؟ صعبة ليه؟ مين اللي بيتكلم؟ مش ما مرة. اعرفش. طب بص معايا، هو انا لو انت قاعد على السفرة ولقيتك بتقشر بيضة، هتقول لي، اقول لك انت بتقشر البيضة دي، هتقول لي على، هتقول لي ليه؟ علشان اكلها. Because I want to eat it. Because I want to eat it. وانت كده قلت لي ايه؟ انت قلت لي السبب. قلت لي ايه؟ السبب. عربية عطلانة ما فيهاش بنزين. فقلت لك كده. Why isn't it moving؟ ليه مش بتتحرك؟ Because there is no oil. There is no oil. ما فيش ايه؟ بنزين. ده كده السبب. يبقى انت عمال تقول لي اسباب. ليه طلعت الاول؟ Because I'm studying hard. لان انا بذاكر ايه؟ كويس. هدومك مش نظيفه ليه؟ Because I was playing football. لاني كنت بلعب ايه؟ كوره. يبقى انت عمال تديني اسباب لحاجات. صعبه كده؟ ليه هتشتري الشنطه ديت؟ لا يا Because مستر، I like it. لان انا حاببها. ما هو هقول لك بقى سو دلوقتي، انا فهمنا بيكو، فهمنا كده؟ ايوه يا مستر فهمت. الناس اللي انا باصص لها ديت، تمام؟ لو لقيتهم بيهزروا تاني في الحصه هطلعهم بره. احنا بنهزر ولا بنشرح؟ وقت الهزار فيه هزار، وقت الشرح بيبقى شرح. انما هنقعد بقى نقول على كل كلمه حكايه، مش هينفع. الناس عايزه تفهم. نعم. سؤال تاني، فاضل مين؟ سو، فاضل مين بقى؟ سو. صلى على النبي بقى، سو. سو عكس بيكوز، سو عكس بيكوز في الترتيب، بيكوز كان بيجي بعدها سبب، صح؟ طيب سو بيجي بعدها ايه؟ النتيجة. سو بيجي بعدها ايه؟ يعني اقول لك كده، انا عندي جملتين، دراعه اتكسرت راح المستشفى من غير لا سو ولا بيكوز. او لو انا جيت قلت كده he broke his arm، هو كسر ايه؟ دراعه. not he went to the hospital. ايه اللي حصل لما كسر دراعه؟ راح المستشفى. يبقى دي سو. طب لو عكستها، ايه ده؟ هو احمد راح المستشفى؟ راح المستشفى ليه؟ ليه؟ يبقى because he broke his heart. Another example. ايه ده؟ بص احمد is taking a taxi. Why? Because he is late. احمد is late. احمد متاخر. ها هيعمل ايه احمد وهو متاخر؟ So he is taking a taxi. مثال تاني. I'm hungry. I will eat. I'm hungry. I will eat. So ولا because في النص؟ ما انا جعان. هيحصل ايه لما جوع؟ هاكل. يبقى ده لذلك. طب اعكسها. I will eat. Why? Because I'm hungry. Another example. Another example. Another example. مثال تاني. فاكرين المثال بتاع البيضة؟ أشهر البيضة ليه عشان هاكلها؟ ها؟ I want to eat the egg. So I will break it. I will eat break it. نعم.
ايه؟ مالها بيتجوز؟ عايز تقول جمله؟ تعالى تعالى. هو انا قرصتك من ودنك ليه؟ قرصتك من ودنك ليه؟ Why? Because you are ايه؟ talking. You are talking, so I will hit you. اضربك. ها قول. He won in the race He won the race. because he ran fast. Fast, ده fast. ماشي. اعكسها بقى. He ran. So he won in the race. He won the race. So he won the race. So he won the race. نعم. اكتب ايه؟ احنا بنشرح اهو. هنكتب. سكت الولد. صعبة ديت؟ قول يا توتو. ها. my brother broke his arm. كسر دراعه. So he's going to the hospital. لذلك هو رايح الايه؟ المستشفى. او عكسناها. My brother is going to the hospital. Why? Because he broke his arm. فهمنا فرق so because؟ يا زوزو فهمت فرق so because؟ مين مش فاهم so because؟ انت مش فاهمة؟ تعالى. حبيبتي يا فاطر افهمني افهمني. عاملة ايه؟ فريدة صح؟ ايه سامع؟ بص يا سامع، سامع مش عارفة تكتب. She needs a pen. She needs. Listen. هات لي page 33. مستر صغير. لسه 5 دقايق والله. هاي مستر الجيت صغير. Do the correct. ما حليناهاش. ركز معايا. مستر صفحة في كبير صغير. انت حليتها مع نفسك. حليتها مع نفسك مش هنا. مستر انا عارف انا عملت ايه. خش يا زمزم. مستر الشيت الصغير ولا الكبير؟ الكبير. Page 33. الكبير صح؟ I like running. أنا مش عايز حد يرفع إيدي. مش عايز حد يرفع إيدي. طبعا I like running. في jumping. يبقى I like running and jumping. Number one, I like running and jumping. Two, it's hard to run today. Yeah, Zin. It's hard to run today. Not it's hot. يعني الجو حر صعب نجري. يبقى ليه صعب نجري؟ Because it's a هات يسر يسر. I like running. I'm not very fast. I mistake. ترجميها حبيبتي وحلي تاني بالراحة كده. ها تبقى ايه؟ بط. امال ايه اور اللي انت قلتيها دي؟ بتحلي بسرعه ليه؟ حلي واحده كمان. امير is a good runner. I think he will win the race. ها ثانية لسه مسترجمة.
ايه شو الإجابة؟ سو الإجابة يا مستر يسو. شاطر. بعد كده طب تعالى نشرحها ليه. زين، اخر تحذير ليك يا زين، اخر تحذير ليك، انت كده بتبوظ لي الحصه. امير is a good runner، امير شخص بيجري بسرعه كويس، لذلك I think he will win the race، اعتقد ان هو ايه هيفوز بالسباق. بعد كده he doesn't like throwing ايه running or doesn't like اهي، ما بيحبش لا ده ولا ده. طيب عايز سيف بديوي، عمر ran in the race، he didn't win. Yes, Mr. يلا يا سيف. But بات صح. مين اللي بيقول اور؟ اللي بيقول اور ده بيقول اور ليه؟ بيقول لك هو جرى في السباق او لم يفز في حاجه اسمها كده، ولا ولكن لم يفز. دين I like helping Adam. He is my friend because he's my friend. أنا بساعد آدم. ليه يا ابني؟ He is my friend. لوريندا. دي متكررة. إيه sport do you think is easy؟ which هو انا امتى بستخدم اداه استفهام هو؟ لما بسال عن شخص عاقل، مين اللي شرب الازازه ديت؟ يبقى انا بسال عن فلان شخص. انت مين يا حمار؟ انت جيت هنا اصلا؟ يبقى هو، يبقى ايه؟ هو. طب غير عاقل which، غير عاقل ايه؟ which او what؟ يا which يا ايه؟ يا what؟ يا which يا يا ويتش يا. طيب ولما اقول متى اسال اقول ايه يا اصاله؟ وين اسال اقول ايه؟ وين. طب لو بسال عن مكان اقول ايه؟ وير. طب لو بسال عن سبب واي، راجع معايا، قول العاقل وات غير عاقل، هو وات وير للمكان، وين لزمان، واي لسبب. اجي قول العاقل وات لغير العاقل، وين للمكان، وين للزمان، واي اجابتها because، why اجابتها because، ويعني ايه why؟ لماذا؟ فاجاوب اقول ايه؟ لان، علشان. واحنا لسه قايلين مستر ممكن تكتب اكتب ايه؟ مش فاهمه؟ مستر ممكن تكتب اكتب حاضر، بس اللي بيكتب بيروح النار، اصبر. انا قصدي يا حبيبي، بص هو دي اسال عنها لايه؟ للعاقل. وير لايه؟ للمكان. ويتش لايه؟ غير. هو مين غير العاقل ده يا جماعه؟ بس عشان ابقى فاهم، هو مين العاقل؟ الانسان بس، الانسان بس هو العاقل، اي حاجه تانيه غير عاقل. أنا كلامي واضح.
الإنسان بس، النبات عاقل؟ نعم، هو كده حي مش عاقل. حبيبي أنا بتكلم الإنسان فقط هو العاقل. الإنسان فقط هو العاقل، تمام؟ القطة غير عاقل. أنا يعني مش معقولة أنتوا مش عارفين إيه العاقل وإيه غير العاقل. تمام. هو البغبغان يعرف يدي مصروف لعياله كده ويصرف عليهم يبقى غير عاقل. يعرف يحل مشاكله كده؟ لا غير عاقل. بيقلد صوت يا حبيبتي، بيقلد صوت. طب أنت لما تقلدي الأسد هو أنت أسد؟ لما تقلدي القطة هو أنت قطة؟ برضه هو لما يقلد إنسان هل هو عاقل؟ مريم likes running. He doing the high jump. يلا يا سامة. Number two. مريم likes running. And. يلا قول. وائل came second this year. He will try harder. هي بقى. ها. وائل طلع الثاني. نقط he will try harder. لا but عشان في مين؟ كوما. عشان في مين؟ كوما. ناخد مين؟ but معناه ايه؟ هو طلع الثاني ولكن هيحاول أفضل المرة الجاية. ها؟ ما هو واحدة واحدة بقى، واحدة واحدة، واحدة واحدة. واحدة واحدة تحفظي كلمات أكتر يبقى الجمل بالنسبة لك سهلة. بعد كده آسف. هاو إيه قال له 3 times a week. فاري عرضة. هاو أوفن. هاو أوفن. يعني ناخدهم المرة الجاية على فكرة، على فكرة. أدوات الاستفهام. ها؟ تمام؟ يلا يا مين؟ يوسف. She likes English. Hey, math. And يسر. He doesn't play tennis, a basketball. Or بعد كده يلا يا أحمد. أحمد مش أحمد إياد. I do sports. إيه I want to keep fit. عايز أبقى سليم كويس. لأن على فكرة أنا مش هسألك خالص يا زين ولا هطلعك هنا معايا بره بعد كده. ماشي. يلا يا إياد. ملك ومين؟ ملك وسليم. يلا يا سليم. أمير was fast. إيه he came second. يا سلام. But he came second. هو جرى بسرعة ولكن طلع الثاني ما طلعش الأول. كان في إيه؟
بصي مش كل الكتب بتجيبها، بس هي باتس دايما معاها كوما، دايما باتس معاها كوما. She won the race. She was happy. So هي كتبت لذلك كانت مبسوطة. ها؟ عادي الكتاب ممكن بيلخبطها. شيء بس هي بات هي اللي اساسي لازم معاكم، ممكن سو ممكن بس بيكوز لا. She came second, so she wants to A harder. يلا يا سامي. طب ها؟ try 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 harder. هي طلعت تانية لذلك هي عايزة تحاول تاني. طيب ال homework page، بص معايا كده ايه؟ ما هناخدها homework بقى. page كام ديت؟ 30 مستر، ما فيش مستر حفظ. 34. هبعت لكم الحفظ. حاضر. ثانية يا حبيبي، ثانية يا حبيبي. احنا خدنا دول. طيب بص يا حبيبي، النهاردة بالليل بإذن الله هتلاقي شيت مبعوت على الجروب، في كلمات خلي ماما تقعد جنبك كده وتنقلها، وانا هبعتها فويس. ها؟ او اطبعها. ماشي؟ نعم. ليه؟ خليني كده. هبعت شيت فيه 20 كلمة أو 25 كلمة حفظ. ماشي؟ الهوم ورك قلنا بيج 34 وفي الباير الصغير. مستر سيرتي فور يا مستر فينش، شيشة صغيرة على الكبير. أي مستر، مستر 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 مش موجود. ايوه أي مستر سيرتي فور يا مستر في الشيس الصغير ولا الكبير؟ الباهر الكبير. أي طب يا الجزئية مستر الأخيرة بس؟ ميموري. مستر طب في الباهر الصغير ايه؟ مفيش حاجة؟ اطلعوا يا شباب، اطلعوا.